بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي وبناتي طلاب الفرقة الثانية شعبة نظم المعلومات الإدارية، بالفرقة الثانية إن شاء الله معاكم الدكتور هناء أحمد خليل. هنشرح جزء في مادة نظم المعلومات الإدارية. أبنائي وبناتي طلاب الفرقة الثانية شعبة نظم المعلومات الإدارية، محاضرة اليوم هتبقى عبارة عن مجموعة الأسئلة، وأنا هجاوب على الأسئلة، هجاوب على كل الأسئلة عشان أعودكم يا أبنائي على سيستم الامتحان قبل الإيه قبل الامتحان. هنبدأ في الأول في جزء بعنوان محددات نجاح تطبيق نظم المعلومات الإدارية. هنعرض مجموعة من التعريفات. ما معنى كلمة السؤال الأول؟ بقول إيه؟ وضح المصطلحات التالية. السؤال الثاني ده علامة صح أمام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ أمام العبارة الخطأ مع التعريف في كلتا الحالتين. السؤال الثالث أقول لك اكتب في النقاط التالية. هقول مجموعة من المصطلحات في الأول يا أبنائي، ده مهمين جدا جدا. ما معنى كلمة التطبيق؟ برضو أيضا عندنا ده أول مصطلح. المصطلح الثاني يعني ايه كلمة نظام او مصطلح النظام. بعد كده عندنا مصطلح الشخصية. مصطلح الشخصية وايضا مصطلح اخر المشاركة. بعد كده اتخاذ القرار، اتخاذ القرارات. دي كلها مصطلحات يا ابني. ابدأ اعرض الاجابة على هذه المصطلحات. اول حاجة مصطلح اللي هو التطبيق. التطبيق يعني ايه كلمة تطبيق؟ التطبيق النظام هو احداث تغيير في الترتيبات القائمة لتشغيل المعلومات. او نقول التطبيق معناه الضيق، معناه الضيق. هنقول ايه تطبيق معناه الضيق؟ اللي يقول ايه هو احد مراحل تطور وبناء النظام التي يتم خلالها التحول الى استخدام النظام. طيب نقول في نظرة متسعة لإيه؟ لجميع لكلمة التطبيق. التطبيق هو جميع العمليات التنظيمية التي تعمل نحو تبني وإدارة وتكامل النظام مع باقي الأجزاء المنظمة. أوضح التعريف ده يا أبنائي علشان إيه إلى حد ما من التعريفات الصعبة شوية. إحنا عندنا التطبيق بمعنى الضيق بمعناه الضيق، والتطبيق بمعناه الواسع. التطبيق بمعناه الضيق إنني بحاول إن أنا أغير أو أطبق على نظام واحد دون النظم الأخرى. التطبيق بنظرة متسعة، بقول التطبيق النظرة المتسعة هو جميع بيحصل ايه تغيير على كل العمليات التنظيمية التي تعمل على تبني وإدارة وتكامل النظام مع باقي الأجزاء الايه المنظمة. طيب احنا عارفين نقول برضو مصطلح التطبيق ايه. خلي بالك العبارات دي مهمة جدا يا ابنائي، ممكن هدرككم العبارات دي ان شاء الله. ممكن تكون في العبارات الصح والخطأ بجانب انها في التعريف. التطبيق يعتبر عملية ممتدة او طبيعة سلوكية بيحصل تغيير في سلوك تشغيل المعلومات ايه لدى المستخدمين. خلاص خلي بالكم يا ابنائي ان كلمة التطبيق لها تعريف واسع وتعريف ايه ضيق. الاول تعريف. التعريف الثاني يعني ايه كلمة نظام او مصطلح نظام. النظام هو مجموعة من الاجزاء او العناصر المرتبطة بعضها مع بعض من اجل احداث تغيير او تكامل وبناء الايه المجتمع او بناء وتكامل المنظمة. تكامل بايه بالمنظمة. طبعا ده بالنسبة لتعريف النظام. بالنسبة للمشاركة يعني ايه كلمة المشاركة؟ طب احنا عندنا مصطلح اخر اللي هو المشاركة. هي مجموعة الانشطة التي يتم القيام بها بواسطة المستخدمين او من يمثله. طيب المشاركة هي ايه؟ تفاعل الافراد بعضهم مع بعض من اجل تفاعل مجموعة من الافراد بعضهم مع بعض من اجل ايه مثلا تبادل الاراء والمعلومات وحل الايه المشكلات. طب الشخصية يعني بقول ايه هي كلمة الشخصية؟ الشخصية وأنا قلتها في محاضرات سابقة. الشخصية هي نقول هي الصفة التي تميز الشخص عن باقي الآخرين. أو الشخصية نقول أيضا تعريف الشخصية هي إطار متكامل يضم سمات نفسية وعقلية وجسدية. ده بالنسبة للشخصية. طيب عندنا مصطلح آخر اللي هو اتخاذ القرارات. اتخاذ القرار هو إيه؟
هو تكامل بين اتخاذ القرار، هو تكامل بين حاجتين، بين المخزون الذهني والحاسب الآلي. طب ايضا اتخاذ القرار هو ايه؟ هو الاختيار الواعي، الاختيار الواعي مبني على اسس ومعايير، مبني على اسس ومعايير لاتخاذ او لاخذ او معرفه او أخ ان انا اخد حل من الايه، اخذ حل من الايه، الحلول او اللي له ميزه اكتر. ده بالنسبه لمجموعه من المصطلحات يا ابنائي. خلي بالكم المصطلحات دي مهمه جدا يا ابنائي، لان ممكن العبارات دي تجينا في العبارات الصح والخطا وايضا لا مصطلح. ده السؤال الاول. السؤال الثاني في الجزء ده يا ابنائي هنتكلم عن عبارات صح وخطا. نقول العبارة الأولى بقول إيه، السؤال بيقول إيه، السؤال الثاني بقول ده علامة صح أمام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ أمام العبارة الخطأ مع التعليل في كلتا الحالتين. العبارة الأولى بقول إيه، التطبيق يعتبر عملية ممتدة وذات طبيعة سلوكية، صح ولا غلط؟ العبارة صح ولا غلط؟ أيوة، عبارة العبارة صحيحة، لأن طبعا اي نظام او اي تطبيق عمليه ممتده وليس عمليه انها مقتصره على حاجه وقت معين، لا، التطبيق دايما عمليه مستمره وذات طبيعه ايضا او ظاهره سلوكيه وايضا ظاهره تكنولوجيه. خلي بالكم ممكن اعتبرها انها ظاهره سلوكيه، ده التفسير يا ابنائي للعباره، ايضا وظاهره تكنولوجيه. سلوكيه طبعا علشان هي ان احنا بنعرف سلوك الانسان اذا كان سلوكه سوي او سلوك غير ايه سوي. ايضا ظاهره تكنولوجيه، ازاي ان احنا بنستخدم ادوات حديثه عشان توفر لنا الوقت والجهد والمال. السؤال الثاني بقول ان احنا عندنا مراحل عمليه التطبيق، بتشمل كسر الجمود فقط؟ لا، بتشمل كسر الجمود والتغيير واعاده التماسك. نبدا نوضح الحاجات دي، هوضحها يا ابنائي في السؤال الثالث. بقول لك اكتب في النقاط التاليه، انا اقول العباره صح وخطا وصححها، ولكن التفسير هوضحه في السؤال الثالث. اقول لك اكتب في النقاط التاليه، اوضح كل الحاجات دي كلها، ماشي؟ يعني هناخد الاجابه بتاعت الجزء ده في السؤال الثالث اللي بقول اكتب في النقاط التاليه، نضعها في التعليل في السؤال الثاني، عشان طبعا مع هذا المحاضره ساعه مش هقدر اكرر المعلومه مرتين. طيب نقول احنا عندنا مراحل للتطبيق. اول حاجه كسر الجمود، التغيير، اعاده التماسك. طيب المرحلة الأولى بقول إيه، عملية التطبيق بتشمل مرحلة واحدة فقط؟ لا، 3 مراحل، كسر الجمود والتغيير وإعادة التماسك. طيب نبدأ في النقطة اللي بعد كده، بقول إيه، محددات تطبيق نظم المعلومات، محددات تطبيق نظم الإيه، نجاح تطبيق نظم المعلومات. بتشمل مشاركة مساعدة النظام ومساندة الإدارة العليا، مساندة الإدارة العليا فقط. طبعا المعلومة خطأ، نقول إيه، العبارة خاطئة. بتشمل مشاركة مستخدم النظام ومساندة الإدارة الإيه، ومساندة الإدارة الإيه العليا. طيب الرقم اللي بعده، المشاركة هي مجموعة من الأنشطة التي يتم القيام بها بواسطة المستخدمين. العبارة صح ولا غلط؟ العبارة صح. طب نقول العبارة صحيحة والتوضيح هوضحه النقطة ديت في السؤال إن شاء الله التالت. طيب بعد كده يا أبنائي بقول إيه، مثلا إحنا عندنا تحدد مدى إيجابية أو سلبية هذا السلوك وفقا لدرجة تلك النظم. طبعا الإجابة إيه، صحيحة، وهوضحها في الإيه إن شاء الله في النقاط الإيه اللي جاية. طيب احنا عندنا السؤال الاخر بيقول ان احنا عندنا اتخاذ القرار هو تكامل بين المخزون الذهني والحاسب الالي. العباره صح ولا غلط؟ العباره صحيحه، وهبدا اوضحها ان شاء الله في شويه كده. طيب السؤال التاني، العباره اللي بعدها بقول ان احنا الخصائص الديموغرافيه، المقصود بالخصائص الديموغرافيه، ديموغرافيا اللي هو ايه، كلمة ديموغرافيا اللي هي عدد الايه، السكان. هل عدد السكان بيؤثر على لحد ما مستوى اداء الفرد بالنسبه لاستخدام الادوات الحديثه لما يكون عندي عدد كبير جدا من الافراد داخل المنظمه؟ بعد كده العباره صح ولا غلط؟
العبارة طبعا كل ما زاد عدد السكان بيؤثر طبعا على مستوى أداء الإيه الإنسان. دي مجموعة من العبارات يا أبنائي من العبارات الصح والخطأ. طيب نبدأ في السؤال الثالث بقى. السؤال الثالث بقول لك اكتب في النقاط التالية، وخلي بالكوا التوضيح اللي أنا هوضحه في السؤال الثالث طبعا هيفيدنا في التعليل بتاع العبارات الصح والغلط اللي أنا ذكرتها من شوية. بقول ايه، احنا عندنا موضوعنا النهارده بيتكلم مجموعه من النقاط اللي هي العنوان الاساسي محددات نجاح تطبيق نظم المعلومات الاداريه، ده فصل يعتبر الفصل الحادي عشر في الكتاب، بعنوان محددات تطبيق نظم المعلومات. بيشمل طبعا تعريف التطبيق وانا ذكرتها في السؤال الاول. بعد كده بيتكلم عندنا مجموعه من النقاط، اهم النقاط في الجزء ده مقاييس نجاح التطبيق. مقاييس نجاح التطبيق قد ايه بالظبط هنتكلم عنها حالا. بعد كده هي محددات نجاح تطبيق نظم المعلومات من خلال مجموعة ايضا من النقاط الاساسية، وهحاول نوضحها بالتفصيل يا ابنائي. بعد كده عندنا هي دي تعتبر النقاط الاساسية الخاصة بالجزء ده، هبدأ اوضح كل النقاط الاساسية بعنوانها. يبقى اول حاجه هنتكلم عنها نوضح الاول كده ببساطه في الاول، ان دايما يا ابنائي عندنا تطبيق نظم المعلومات مش عمليه شفهيه، عمليه تطبيقيه ايضا، يعني عمليه شفهيه وايضا عمليه تطبيقيه، وتطبيقيه اكتر من انها كمان شفهيه، لان لازم لابد عمليه التطبيق. طيب علشان يكون عندي نجاح لاي تطبيق لاي نظم معلومات اداريه لابد يكون فيها اعتبارات اساسيه. طيب وانا اتكلمت من شويه قلت تطبيق نظم المعلومات او محاضرة تطبيق نظم المعلومات او عمليه التطبيق تعتبر ظاهره سلوكيه، وايضا بتعتبر ظاهره سلوكيه وايضا ظاهره تكنولوجيه. ظاهره سلوكيه ان المفروض اعرف سلوك العاملين داخل المنظمه سواء ايجابي او سلبي، ودي اهم حاجه يا ابنائي. الرقم الثاني اللي هي التكنولوجيه، التكنولوجيه ان انا عندي ادوات ومعدات واجهزه حديثه، عندي ادوات واجهزه ومعدات حديثه، ازاي ان انا اقدر ان انا استعمل الادوات الايه الادوات والاجهزه الايه الحديثه عن طريق ايه استخدم الادوات الايه الحديثه طبعا زي مثلا الادوات والاجهزه المعدات الايه الحديثه، دي مهم جدا يا ابنائي. طيب بعد كده احنا عندنا ما نتكلم عن احنا عندنا بالنسبه للتطبيق ممكن يكون عندي تطبيق ضيق وتطبيق واسع. التطبيق الضيق انا طبعا بوضح كل النقاط دلوقتي يا ابنائي. التطبيق الضيق بيشمل تغيير في احدى النظم. طيب التطبيق الواسع، التطبيق الواسع بيشمل جميع الايه النظم الموجوده او العمليات التنظيميه الموجوده داخل الايه المنظمه. طب هل ان احنا زي ما بنقول هل عمليه التطبيق ممتده ولا غير ممتده؟ عمليه ممتده. سؤال اساسي عندنا يا ابنائي هذكره حالا، ايه هي مراحل التطبيق؟ مراحل عمليه التطبيق بتشمل 3 مراحل: كسر الجمود، التغيير، اعاده الايه التماسك. خلي بالكم لان ممكن يكون هذه النقاط ديت في العبارات الصح والغلط. او المراحل التطبيق بتمر ب3 مراحل: كسر الجمود، التغيير، واعاده الايه التماسك. المرحله الاولى اللي هي يتم اعداد المستخدمين المترقبين لاستقبال هذا النظام عن طريق ايه؟ اول حاجه كسر الجمود، ان احنا دايما عادتنا نستخدم ادوات تقليديه، عادتنا من عاداتنا ان احنا بنستخدم ادوات ايه تقليديه، لكن احنا من المفروض من الافضل نستخدم الادوات الايه الحديثه، اللي انا بقول ان احنا كسر الجمود. في عادات وتقاليد بتنقل، في عادات وتقاليد بتنقل من جيل الى جيل اخر، احتمال فيها الصح واحتمال فيها الغلط، او لا مش مقدورش صح او خطأ، ان احنا في حاجات تقليديه من نقدر حديثه ما نقدرش نستخدمها. ليه؟ ان احنا ما عندوش عماله، ما عندوش امكانيات ان نشتري ادوات حديثه، وما عندوش عماله تستخدم الادوات الحديثه. طب الرقم الثاني التغيير، المفروض الانسان يتغير من الأسوأ الى الاحسن. التغيير عن طريق الدورات التدريبيه، عن طريق محاضرات ندوات، محاضرات ندوات، وايضا ايه كمان محاضرات او ندوات، وايه كمان يا ابنائي مثلا التعليم المبرمج. الرقم اللي بعده اعاده التماسك، ان احنا مفروض في الجزء ده ان يكون في تفاعل بين افراد داخل المنظمه من اجل يتحول النظام الى نظام متكامل. طيب بعد كده ما المقصود بنجاح التطبيق؟ نجاح التطبيق اقترح الباحثين طبعا علشان يكون عندي نجاح للتطبيق يكون ايه مقاييسه ايه. اول حاجه احنا عندنا العائد والتكلفه، احنا عندنا سؤال مقصود بنجاح التطبيق
التطبيق احنا بنتكلم عن نجاح التطبيق امتى يكون في نجاح؟ لما يكون عندي مدخلات وعندي مخرجات، او عندي نقول باسلوب اخر، عندي تكلفه وعندي عائد. لو العائد اعلى من التكلفه يبقى في نجاح، لو الاثنين زي بعض عادي مفيش مشكله، لكن لو التكلفه اعلى من العائد يبقى في ايه؟ ده فشل. امتى يكون عندي نجاح؟ لو كانت العائد اكتر من الايه؟ التكلفه. امتى يكون العائد اكتر من التكلفه؟ طبعا عشان ده المقاييس لنجاح النجاح، العائد لقياس النجاح. ان صعوبه استخدام هذه المقاييس طبعا بتدفع الباحثين للاتجاه نحو مؤشرات اخرى اكثر قابليه للقياس. بعد كده يا ابنائي ان احنا عندنا بعد كده احنا بنتكلم عن في تفرقة بين 3 مجموعات من المقاييس: مقاييس اداء النظام، مقاييس درجة استخدام المخرجات، ومقاييس درجة الرضا. طبعا مقاييس اداء النظام لابد يكون الانسان على درجة عالية جدا جدا في استخدام الادوات الايه الحديثة. مقاييس درجة استخدام مخرجات النظام، ايه الحاجات اللي انا اقدر يعني انا في دايما في ادخال في تشغيل في عملية الايه الاخراج. طب مقاييس الرضا، الرضا دي مهم جدا جدا، هل الانسان راضي عن عمله في استخدام حاجات معينة، وامتى اللي كان لان فيه وجود علاقة ارتباط موجبة بين مستوى اداء النظام وكل من درجة الايه الرضا ودرجة الايه الاستخدام. طيب امتى يكون الانسان في رضا؟ لانه يكون عنده قدرة على توفير احتياجات المستخدمين من المعلومات. يبقى انا عندي رضا ومبسوطه ان انا بحاول ان انا توفير احتياجات المستخدمين من الايه المعلومات، وينعكس على في الحته ديت على ايه في تحسين مستوى اداء الانسان. طيب النقطه اللي بعدها يا ابنائي هنتكلم عن احنا اتكلمنا عن الايه المقصود بقى، واتكلمنا عن نقاط متعددة. هنتكلم عن نقطة أساسية عندنا في الجزء ده يا أبنائي، عن محددات نجاح تطبيق نظم المعلومات. هي المحددات، أول حاجة طبعا نقول تمت العديد من البحوث، بحوث نظم المعلومات بدراسة محددات نجاح أو فشل المعلومات. ممكن تصنيفها إلى عوامل تنظيمية وعوامل بيئية وعوامل شخصية وعوامل فردية وعوامل تكنولوجية، وكل عامل له نقاط متعددة يا أبنائي. فأول حاجة عندنا عوامل تنظيمية، عندنا عوامل بيئية، وعندنا عوامل شخصية فردية وعامل تكنولوجية. طب احنا عندنا العوامل التنظيمية بتشمل ايه؟ العوامل التنظيمية بتشمل متغيرات مثل درجة تدعيم الإدارة العليا. بعد كده عندنا مساندة الإدارة، مشاركة مستخدم النظام، وأيضا تدعيم الإدارة العليا، وأيضا عندنا خصائص شخصية وكفية، وخصائص القرارات وبيئة الايه العمل. عندنا متغيرات، عندنا ايضا متغير او عوامل بيئيه زي درجه تغيير وتعقد بيئه العمل. عندنا عوامل فرديه زي السن ومستوى التدريب ومستوى الوظيفي. العوامل التكنولوجيه طبعا ازاي نستخدم الادوات الايه الحديثه. طيب نبدا في جزء بقول ايه محددات نجاح التطبيق من خلال هنتكلم ده نموذج محدد، نموذج محدد لنجاح تطبيق نظم المعلومات من خلال اول حاجه درجه مشاركه المستخدم. درجة مشاركة المستخدم، كلمة مشاركة يعني ايه؟ هي مجموعة من الأنشطة أو التصرفات التي يتم القيام بها ايه بواسطة ايه المستخدمين أو من يمثلهم، مش للمستخدمين فقط. طب وتكون المشاركة تكون مباشرة، ممكن تكون مباشرة في حالة اشتراك جميع المستخدمين في تطوير ايه النظام. تعتبر المشاركة حقيقية عندما ينتج عنها تأثيرا في القرارات. طب أهمية المشاركة ايه؟ هل المشاركة لها أهمية؟ أول حاجة زيادة فرصة قبول المستخدمين للنظام. أنا لما يكون في مشاركة يبقى في قبول للنظام. طيب أيضا تزيد المشاركة إمتى؟ لما شعور المستخدمين بأهمية النظام، لازم يشعروا بأهمية النظام. طيب أيضا الحصول على نظم معلومات مرتفعة الإيه؟ الجودة، على أساس إن أنا مفروض يكون عندي معلومات مرتفعة الجودة، يعني إيه؟ المعلومات تبقى على درجة عالية ويكون فيها عندي صفرية في الايه الاخطاء. يبقى اول حاجة الحصول على نظم معلومات مرتفعة الجودة تكون فيها صفرية في الاخطاء، زيادة فرصة قبول المستخدمين ايه للنظام ورضاهم عن المخرجات. طيب وتواجه مشروعات نظم المعلومات فرصة عليا للفشل، ماشي. طيب بعد كده دعم الإدارة العليا للنظام.
طيب اهم حاجه يا جماعه، اهم حاجه يا ابنائي، ازاي الاداره العليا تدعم النظام؟ لو في تدعيم من الاداره العليا للنظام هتسندوا في حاجات كتيره جدا جدا، ويكون عندنا نجاح مستمر للنظام، لان طبعا بتسند وبتستخدم طبعا بتوفر الادوات الحديثه، الاجهزه والمعدات الحديثه، بجانب توفر العماله القادرين على استخدام هذه الادوات. لان اهم حاجه يا ابنائي ان مسانده الاداره العليا له دور كبير جدا في استخدام النظام وزيادة قبولهم لدى المستخدمين، وتعتبر مساندة الإدارة العليا ضرورية لوضع أهداف نظم المعلومات. طيب بعد كده النقطة اللي بعدها بقول إيه الخصائص الشخصية للمستخدمين. في عوامل بتؤثر على كيفية تفسير الأفراد للمعلومات، اللي هي حاجات اللي خاصة بالشخصية، وفي دراسات كتير جدا جدا اتكلمت عن الموضوع ده وتناولت خصائص الأفراد، إن هم بيتميزوا بدرجة عالية جدا في تبادل المعلومات والاتصالات داخل المنظمة، لأن أهم حاجة من الخصائص الشخصية المستخدمين إزاي يبقى عنده قدرة عالية أو مستوى أداء عالي في تبادل المعلومات والاتصالات داخل المنظمة. بعد كده بقول إن احنا لابد ان احنا نشتغل بروح الفريق او لغة مشتركة بين الافراد، دي طبعا بتؤدي الى انسجام في السلوك والاتجاهات نحو مهارات هذا النظام. النمط النفسي للمستخدم النظام مهم جدا جدا، لان العوامل النفسية او الجانب النفسي بيؤثر بالسلب او الايجاب على مستخدم النظام. تناول النموذج فيه علاقة بين متغيرات معينة زي السن والتعليم ومدة الخدمة ودرجة النظام. في دراسات علمية كثيرة جدا جدا اتكلمت في هذا الموضوع. طبعا في بعض العلماء الغرب، مش لازم نحدد اسماء العلماء، اقول في علماء من الغرب بيتكلموا عن مجموعات من التغيرات زي الاختلافات الفردية بين المستخدمين. في خلال الدراسات لنظم المعلومات وقال لك من خلال نقاط متعددة، هي أهم المتغيرات. أول حاجة النمط المعرفي، نمط الشخصية والخصائص الديموغرافية، وأيضا عندنا القرارات، وهنتكلم عن القرارات بالتفصيل شوية. طبعا احنا عندنا متغيرات النمط المعرفي، طبعا بعض العلماء قال لك احنا عندنا انواع او ثلاثة انماط معرفية، حددهم كل واحدة وعكسها، بسيط ومركب، تحليل منخفض وتحليل مرتفع. بعد كده عندنا النمط الثالث المعتمد على الغريزة والخبرة، حاجات ان احنا بناخدها من الغريزة او انها بتتعمل من جيل الى جيل اخر، وايضا عن طريق الخبرة. يبقى احنا عندنا في الجزء ده ثلاث مجموعات من التغيرات التي بتعبر عن عن اختلافات الفردية بين المستخدمين. طبعا من خلال نقاط متعددة، النمط المعرفي، نمط الشخصية، الخصائص الديموغرافية، وخصائص القرارات وبيئة العمل، وأيضا درجة هيكلة القرارات. هنتكلم عن النمط المعرفي. كل كلمة قال من خلال ثلاث أنماط معرفية، وكل نمط لهم كلمتين وكل كلمة عكس الأخرى. أول حاجة عندنا النمط الأول البسيط والمركب، النمط الثاني التحليل المنخفض والتحليل المرتفع، النمط الثالث المعتمد على الغريزة والخبرة، وده مهم جدا يا ابناء. احنا عندنا طبعا نمط معين تلاقيه بسيط جدا، وساعات ممكن يكون نمط كبير، نمط معقد حسب المكان نفسه، حسب المكان نفسه، المكان هل المكان بسيط او المكان كبير جدا. بعد كده عندنا يا ابناء التحليل المنخفض والتحليل المرتفع، امتى يكون في تحليل منخفض وامتى يكون في تحليل مرتفع. التحليل المنخفض بيبقى طبعا قائم على الى حد ما ممكن يكون الحاجة اللي انا بحللها بسيطة، وممكن الناس اللي بيستخدموا النظام غير قادرين على التحليل على درجة عالية. بعد كده عندنا النمط الثالث يا ابنائي المعتمد على الغريزة والخبرة، احنا عندنا في حاجات بتنقل من جيل لجيل اخر عن طريق الغريزة او عن طريق الفطرية، وحاجة اخرى عن طريق الخبرة العملية، طبعا من خلال التفاعل الانسان، تفاعل الفرد مع الاخرين، ما الانسان يتفاعل مع الاخرين بيكون اكثر خبرة. بعد كده عندنا نمط الشخصية، احنا عندنا انماط الشخصية. نمط الشخصية هي تركيبات معرفية او عاطفية مكتسبة بواسطة الافراد، طبعا من خلال الانسان تفاعله مع الاخرين بيحاول يكتسب قدرة او يكتسب حاجات معينة، ممكن قدرة على الاحتمال
في مواقف غامضة ممكن الحاجة لانهياز القدرة على المخاطر مستوى القلق النفسي. خلي بالكوا يا ابني، الانسان لما بيمتاز بسمات ايجابيه بيكون اداؤه عالي، غير الانسان بيكون سلبي لحد ما بيكون اداؤه ايه منخفض، بيكون اداؤه منخفض. فنحاول يا ابنائي لحد ما النمط الشخصيه نفسه ما يكون ايجابي، بيكون افضل من النمط الايه السلبي، لان بيمتاز بسمات لحد ما اعلى من السمات الايه الاخرى. الخصائص الديموغرافية يا ابنائي، كلمة ديموغرافيا بيتكلم عن عدد السكان، الديموغرافيا يقصد بها عدد السكان. بتشمل طبعا الديموغرافيا طبعا عدد السكان داخل اي منظمة، وخصائص الافراد في السن والنوع والخبرة والمهارات والمستوى التنظيمي. بعد كده خصائص القرارات وبيئة العمل. طبعا في دراسات علميه كتير جدا اتكلمت عن القرارات وعن بيئه العمل. احنا عندنا قرارات هيكليه وقرارات غير هيكليه، في بعض العلماء حددوها كده هيكلي وغير هيكلي، وبعض الاخر روتيني وغير روتيني. لكن انا ممكن اقولها ببساطه جدا انواع القرارات. عندنا قرارات تقليديه وقرارات حيويه، بنقولها بابسط ما يمكن غير الموجود كمان عندنا في الكتاب. عندنا قرارات تقليديه وقراراتها ايه حيويه. القرارات التقليديه بتبقى قرارات روتينيه وقرارات ايه فنيه. القرارات الروتينيه انها دايما بتتكرر يوميا زي مثلا صفر ولا انصراف. القرارات الفنيه يا ابنائي محتاج الانسان قادر وعنده قدره فنيه على استخدام الادوات الحديثه زي التعليم، زي البرمجه او البرمجه مثلا، او تصميم حاجات معينه. طيب طبعا بعد كده احنا عندنا قرارات حيويه ممكن تكون فوريه وممكن تكون ايه ما تكون فوريه وممكن تكون ايه عندنا مؤجله. طبعا بيئه العمل يا ابنائي طبعا بتؤثر، بيئه العمل بتؤثر طبعا بالسلب او الايجاب على الفرد، اذا كانت البيئه الداخليه او البيئه الخارجيه، من خلال عندنا مجموعه من العوامل زي العوامل الماديه والاجتماعيه التي تؤثر بطريقه مباشره على سلوك اتخاذ القرارات. ان البيئه طبعا بتشمل عوامل داخليه وعوامل خارجيه. خلي بالكم ما بقصد بالبيئه داخليه وبيئه خارجيه، او عوامل داخليه وعوامل خارجيه. فهذه العوامل تؤثر على البيئه اللي هي الداخليه، وايضا بتؤثر الجزء الخارجي بالنسبه للعمل بيؤثر ايضا على البيئه، لان في تفاعل بين البيئه الداخليه والبيئه الايه الخارجيه. طبعا ويمكن دراسه بيئه العمل من خلال العديد من الجوانب. ده مهم قوي يا ابنائي عشان نعرف ايه التاكد من مثلا يعني دايما اي منظمه محتاجه يكون فيها نجاح لتطبيق نظم المعلومات على درجه استجابه خدمات النظام الى مستوى عدم التاكد السائد في بيئه عمل المستخدم. ابنائي انا طبعا حاولت ان انا اقول مجموعه من شرحت الى حد ما الفصل اللي هو يعتبر ترتيبه رقم 11، الفصل 11 بعنوان محددات نجاح تطبيق نظم المعلومات الاداريه. اتكلمت عن مجموعه من التعريفات وايضا على العبارات الصح، احنا عباره مجموعه من العبارات الصح والغلط، وايضا عندنا سؤال اخر بقول لك اكتب في النقاط التاليه. هبدا يا ابنائي اعرض فصل اخر اللي هو عندنا في الكتاب هنتكلم عنه حالا، اللي هو عمليه الايه اتخاذ القرارات. موضوع اتخاذ القرارات مهم جدا جدا يا ابنائي. هقوله طبعا من خلال هتكلم عن اتخاذ القرار من خلال مجموعه من النقاط، لكن انا مش هشرح كشرح عادي، بقول هعرض مجموعه من الاسئله. عندنا السؤال الاول تعريف نظم دعم القرار او اتخاذ القرار، وايضا تعريف كلمه النظام. ادا التعريفين دلوقتي، تعريف نظام وتعريف نظم القرار او دعم القرار او اتخاذ القرار. هنشوف برضو بعض المصطلحات قدامنا. عندنا كلمة برضو ايضا نظام، عندنا ايضا كلمة مثلا زي بقى عندنا قاعدة البيانات. قاعدة البيانات برضو، لا انا اعرف قاعدة البيانات. يبقى احنا عندنا مجموعة من التعريفات هنذكرها حالا. طيب اول حاجة يا ابنائي ده السؤال الاول. السؤال الثاني طبعا عندنا عبارات صح وغلط، والسؤال الثالث اقول لك اكتب في النقاط التالية. نبدأ يا عرض اتكلم يا ابنائي عن تعريفات، او السؤال الاول بقول لك وضح المصطلحات التالية.
هنعرف كلمة الايه اتخاذ القرار. وجايز انا ذكرتها من شوية في بداية المحاضرة يعني اتخاذ قرار، لكن هراجعها مرة تانية لان طبعا ده خاصتين او فصل اخر. احنا قلنا اتخاذ القرار هو عملية تكامل بين المخزون الذهني والحاسب الالي. قلنا ايضا اتخاذ القرار هو هو الاختيار الواعي مبني على اسس ومعايير لاختيار بديل من مجموعه من البدائل لحل مشكله او دراسه اي موضوع. ده تعريف نظم القرار او ده عمل ايه القرار. تعريف النظام وانا ذكرته من شويه ومجموعه من الاجزاء او العناصر المرتبطه بعضها مع بعض من اجل ايه يا جماعه؟ ان انا اقدر ارفع من قيمه المنظمه. ده تعريف ايه اخر. بعد كده عندنا تعريف تاني يا ابنائي اللي هو عندنا مثلا نقول قاعده الايه البيانات. قاعده البيانات هي ايه؟ نقول طبعا قاعده البيانات هي عباره عن مجموعه من البيانات تخص منظمه معينه، واحنا ممكن نستخرج هذه المعلومات او ان احنا بنحفظ هذه المعلومات واخراجها وقت الايه الحاجه. نبدأ يا أبنائي السؤال الثاني. أقول لك ضع علامة صح أمام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ أمام السؤال الثاني. ضع علامة صح أمام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ أمام العبارة الخاطئة مع التعليل في كلتا الحالتين. نبدأ في السؤال العبارة نقول إيه؟ أسباب من أسباب نجاح دعم القرار أو نظم دعم القرار هو توفير الأدوات الحديثة فقط. العبارة صح والغلط. اسمع كده يا ابنائي، العبارة ايه؟ خطأ. احنا عندنا مجموعة من النقاط وعرضها في السؤال الثالث، ودي هتخدمنا برضو في يعني وانا بشرح السؤال الثالث. هناخد الجزء التفسير للاجابة السؤال ده هنحطها في العبارات الصح والخطأ. طيب بعد كده يا ابنائي بقول نظم دعم القرار هو عملية او دعم القرار هو تكامل بين المخزون الذهني والحاسب الالي. صح والغلط العبارة صح، واشرحها دلوقتي حالا. طبعا لابد يكون احنا اشرح ده في الوقت لان انا ممكن ما اشرحهاش في النقاط اللي بعد كده. احنا دايما يا ابنائي ما يكون الانسان عنده معلومات عن من خبرات سابقه ومعرفه مكتسبه بجانب يستخدم الادوات الحديثه بيقدر يوصل لافضل قرار او احسن قرار. ازاي؟ لان احنا دايما مثلا بعض الناس اللي داخل المنظمه بتخزن بعض الموضوعات او بعض المشكلات وبعدين بتخرجها وقت الحاجه. ازاي؟ انا مثلا بعرض موضوع معين وعاوز اخد قرار، او بعرض مشكله معينه وعاوز اخد قرار، اخده من نفسي كده وخلاص، او بعدين اسال بعض الناس الاستشاريين او ذو خبره فقط. لا، من الافضل ان اكون انا مخزنه عندي او سايفه عندي مجموعه من الموضوعات وموضوعه من المشكلات، وطبعا بخرجها وقت ما احب ان انا مثلا اتخذ قرار. اعرض الموضوعات دي كلها واشوف الحلول الموجوده واخد الحلول المناسبه واخد الحلول المناسبه من الحاجات دي كلها على اساس ان انا اوصل لافضل ايه حل. ده الجزء ده يا ابنائي. طيب عندنا برضو من العبارات الصح والخطأ مكونات نظام دعم القرار تشمل فقط النظام الفرعي للاتصال بين المستخدم والنظام. العبارة صح والغلط. العبارة غلط. هنقول الإجابة. مكونات نظم دعم القرارات بتشمل النظام الفرعي للاتصال بين المستخدم والنظام، والنظام الفرعي لإدارة البيانات، والنظام الفرعي لإدارة الإيه النماذج. طيب بعد كده عندنا ابنائي ما تتكلم مثلا عن انواع القرارات. انواع القرارات عندنا قرارات تقليديه وقرارات حيويه. انواع القرارات هل تشمل، نقول مثلا سؤال، انواع القرارات تشمل قرارات تقليديه فقط؟ غلط ولا صح؟ غلط، لان انواع القرارات بتشمل قرارات تقليديه وقرارات حيويه. وهوضحها دلوقتي حالا وانا بشرح في السؤال التالت. طيب من اهم طبعا اساليب اجراء الحوار بين المستخدم والنظام، من اهمها لغه الاوامر فقط؟ لا طبعا، العباره خطا. هتشمل لغه الاوامر وقائمه الاختبارات والتقارير والاستفسارات ونماذج ايضا المدخلات والمخرجات، ووضحها في طبعا التفسير ده كله في السؤال الثالث. طيب احنا عندنا اسلوب الاستفسار هو يطلق عليه اسلوب السؤال والجواب، ويعود النظام لطرح مجموعة من الأسئلة.
على مستخدم النظام، على مستخدم النظام. طب العبارة صح ولا غلط؟ طبعا كده ده توضيح للجزء ده. بعد كده عندنا عندنا ايضا ملامح مدخل قاعدة البيانات. ملامح مدخل قاعدة البيانات بيشمل استقلال البيانات، تنمية البيانات، تكامل البيانات، مركزية إدارة الايه البيانات. يبقى احنا عندنا العبارة صح ولا غلط؟ يعني زي ما قلت دلوقتي، ملامح مدخل قاعدة البيانات بيشمل استقلال البيانات، تنمية البيانات، تكامل البيانات، مركزية إدارة البيانات. مركزية إدارة الايه البيانات. فعشان كده يا ابنائي صح الغلط نقول الايه العبارة صحيحة ووضحها في الوقت الحالي. طيب تكامل البيانات هي عملية تنظيم البيانات في صورة هيكلية مرنة تسمى مجموعات بيانات، مجموعة البيانات. العبارة صح ولا غلط؟ العبارة ايه صحيحة. طيب مركزية إدارة البيانات، يقوم نظام إدارة البيانات بمراقبة والاحتفاظ بالبيانات بصفة مستمرة. العبارة صح ولا غلط؟ العبارة صح ووضحها وطبعا في الوقت الايه الحالي. بعد كده عندنا جزء اخر بقول من اسباب فشل اتخاذ القرار، او نقول اسباب فشل اتخاذ القرار، عدم استخدام الادوات الحديثه فقط. طبعا العباره خطا طبعا في حاجات كثيره جدا جدا، وانا هذكرها في الوقت الايه الحالي. طيب احنا عندنا هل عملية اتخاذ القرار، هل اتخاذ القرار نقول برضو اتخاذ القرار في وجود مش اتخاذ القرار في وجود مشكلة فقط؟ لا، اتخاذ القرار ده عبارة خطأ. اتخاذ القرار في وجود مشكلات، في وجود مشكلات ووجود ايضا ايه موضوعات، وجود مشكلات ووجود ايضا ايه موضوعات. يبقى احنا عندنا دلوقتي يا ابنائي، اللي عندنا يا ابنائي ان انا بحاول ان انا ده الاسئلة بعد الاسئلة ديت هي عبارة عن عبارة الاسئلة عبارات الصح والخطأ. نبدأ في السؤال الثالث يا ابنائي، بقول لك اكتب في النقاط التالية، اكتب في النقاط التالية. احنا عندنا موضوعات، عندنا موضوعات أساسية هنتكلم عنها دلوقتي يا ابنائي في الجزء ده. هنتكلم عن اسباب فشل اتخاذ القرار، اسباب فشل اتخاذ القرارات، مبررات استخدام، لا نقول مثلا ايه هي خصائص نظم دعم القرارات، ايضا مكونات نظم دعم القرارات. بعد كده هنتكلم ايه عن هي في الجزء اللي بعده، هي طبعا ملامح مدخل قاعدة البيانات. كل ده هنتكلم عنه أبنائي في خلال تقريبا الجزء الباقي من المحاضرة. أول حاجة اتخاذ القرار، اتخاذ القرارات. احنا عندنا بنقول اتخاذ القرار من الموضوعات الهامة جدا اللي اهتم بها كثير جدا من الباحثين في أو العلماء في علم الاقتصاد والسياسة والإدارة، علم الاقتصاد والسياسة والإدارة والفلسفة وكل العلوم إلى حد ما غالبية العلوم، مش أقولش كل العلوم، اهتمت بموضوع اتخاذ القرار. لكن في علم الإدارة اهتم باتخاذ القرار أو موضوع اتخاذ القرار بوجه إيه خاص. نبدأ في أنواع القرارات. عندنا قرارات تقليدية وقرارات، عندنا أنواع القرارات، قرارات تقليدية وقرارات إيه حيوية. القرارات التقليدية يا أبنائي بتنقسم إلى اتنين، قرارات روتينية وقرارات فنية. زي ما أنا لسه ذكرتها من شوية في الموضوع السابق، القرارات الروتينية التي تتكرر يوميا، والقرارات الفنية هي التي مش أي فرد يقوم بهذه القرارات، لازم يكون متخصص أو قائم عملية التصميم الايه البرامج، تصميم ليه البرامج. نبدأ يا ابنائي بالنسبة لتصميم البرامج، نبدأ يا ابنائي في القرارات الحيوية. قرارات الحيوية قرارات فورية وقرارات حيوية فورية وقرارات فورية مؤجلة. قرارات حيوية مؤجلة، القرارات الفورية الحيوية اللي هي لا تؤجل، زي مثلا عارفين اللي زي السيول والبراكين والزلازل ده لا تؤجل. لكن القرارات الحيوية التي تؤجل المؤجلة طبعا ديت محتاجة إلى دراسات علمية مستفيضة، وقت وناخد وقت إن احنا ندرس هذه الموضوعات أو هذه المشكلات ونتخذ قرار في هذه المشكلات. طب أسباب نجاح اتخاذ قرار أو دعم اتخاذ قرار، طبعا
اسباب نجاحه ايه؟ اول حاجه المشاركه. المشاركه دي المهم جدا يا جماعه، ان احنا ابنائي ان احنا نتعامل بروح الفريق او بروح الجماعه من الافضل اوي، عشان كده ونتبادل الاراء والمعلومات والمقترحات وحل المشكلات، ده مهم اوي اللي هو يتعامل بروح الايه الفريق وروح الايه الجماعه. بعد كده ما نتعامل يا ابنائي بروح الفريق او روح الجماعه، نقطه اخرى استخدام الادوات الحديثه. طبعا استخدام الادوات الايه الحديثه، المشاركه في عمليه اتخاذ القرار، الاستعانه بالاستشاري او ذو خبرات خبرات سابقه من اجل ان احنا نتخذ الايه القرار الصح. طبعا احنا من اسباب فشل اتخاذ القرار ايضا ان احنا دايما كثره المعلومات، عندنا برضو كثره المعلومات او تؤدي الى التشتت، وايضا كثره المعلومات تؤدي الى التشتت وعدم قدره مستخدم النظام على استخدام الادوات الحديثه. علشان كده احنا بنقول لابد ان احنا نمكن العاملين داخل اي منظمه من استخدام الادوات الايه الحديثه، نمكنهم عن طريق الدورات التدريبيه، عن طريق الدورات التدريبية المحاضرات، بقول الدورات التدريبية المحاضرات الندوات التعليم المبرمج إلى إيه آخره. بعد كده إبناء الجزء اللي بعده بقول إيه هي خصائص نظم دعم القرار. أول حاجة تدعيم قدرة متخذ القرار. طبعا استخدام افضل البدائل. الرقم اللي بعده يا ابنائي ان هو لابد يكون في تفاعل بين الانسان والحاسب الالي. لابد يكون الانسان عنده قدره على تلبيه الاستفسارات لاي متخذ قرار، يعني عنده قدره، ولازم يكون الانسان عنده قدره لانه يبقى فاهم هو بيعمل ايه بالظبط. ايضا القدره على توفير الاجابه على مجموعه من الاسئله، وايضا ان احنا المفروض يكون عندنا قدرات خاصه تفوق اي انسان داخل اي منظمه اللي هو بيستخدم قادر على استخدام النظام او اتخاذ قرار. ولابد ان احنا يا ابنائي نهتم بتدعيم مراحل عمليه اتخاذ القرار. طبعا عمليه اتخاذ القرار، حد يقدر يقول هي عمليه اتخاذ القرار؟ واحنا قلتها طبعا في محاضرات سابقه يا ابنائي، هي مراحل عمليه اتخاذ القرار. اول حاجه خلي بالكم لان ده مفروض ادرسها في محاضره كامله، عمليه او خطوات عمليه اتخاذ القرار هاذكرها يا ابنائي في الجزء ده، اللي هي طبعا اول حاجه تحديد الموضوع او المشكله، تحديد البدائل، تحديد البدائل او الحلول، بعد كده معرفه مميزات وحلول، مميزات وعيوب كل بديل، بعد كده ان احنا نختار افضل بديل او افضل حل، بعد كده تنفيذه، بعد كده عمليه الايه تنفيذه، بعد كده عمليه المراقبه، اشوف والله عمليه المتابعه، اشوف والله انه كان افضل حل او مش افضل حل. والله كان افضل حل ان الحل اللي انا خدته يبقى كده الحمد لله، لكن لو ما وصلت ان انا خدت حل ونفذته وبعدين فوجئت ان هو اسوأ حل، ارجع تاني اختار افضل حل بالحلول الايه الحلول الايه السابقه. طيب نبدا يا ابنائي في مكونات نظم دعم القرار. مكونات نظم دعم القرار بتشمل 3 مكونات اساسيه. اول حاجه عندنا النظام الفرعي للاتصال بين المستخدم والنظام. الرقم الثاني النظام الفرعي لإدارة البيانات. الرقم اللي بعده النظام الفرعي لإدارة النماذج. يبقى احنا عندنا مكونات نظم دعم القرارات، مكونات نظم دعم الايه القرارات. اول حاجه النظام الفرعي للاتصال بين المستخدم والنظام، النظام الفرعي لإدارة البيانات، النظام الفرعي لإدارة الايه النماذج. يبقى احنا اول حاجه في الجزء ده من 3 مكونات، اول حاجه اول مكون اسمه ايه يا ابنائي؟ النظام الفرعي للاتصال بين المستخدم والنظام. طيب اهم حاجة في الجزء ده ايه؟ في الجزء ده اللي هو النظام الفرعي يعتبر من اهم مكونات نظام دعم القرار والمحرك الاساسي للنظام، فهو يتصل ويتفاعل مع كل من النظام الفرعي لإدارة البيانات والنظام الفرعي لإدارة النماذج. يبقى احنا عندنا النظام الفرعي للاتصال اهم المكونات. يعني ممكن يجينا سؤال في العبارات الصح والغلط، اقول لك اهم مكونات نظام دعم القرار، هتقول لي ايه؟ اهم مكونات نظام دعم القرار هو النظام الفرعي للاتصال، هو النظام الفرعي للاتصال بين المستخدم والنظام. نبدا يا ابنائي هي النقاط الاساسيه والاساليب الاساسيه لاجراء الحوار بين المستخدم والنظام. اول حاجه عندنا لغه الاوامر، لغه قائمه الاختبارات، التقارير، الاستفسارات، نماذج المدخلات والمخرجات. طب اسلوب لغه الاوامر، بيكون نظام دعم القرار بعرض مجموعه من الاوامر والرموز، وعلى مستخدم النظام او متخذ القرار يقوم باختيار او الضغط على الاوامر والرموز اللي بيحتاج. انا عندي مجموعه من الاوامر وبضغط على رمز معين ان انا اللي انا
بحتاجه. طيب عندنا اسلوب قائمة الاختيارات، احنا عندنا مجموعة من الايه، بتحتوي مجموعة من الاختيارات، انا مستخدم النظام بقى يختار اي حاجة هو عاوز، برضو ايضا يقوم بالاختيار والضغط على احد الاختيارات وايه، ويلبي احتياجاته. ماشي، بيلبي احتياجاته من الايه الجزء ده. طيب اسلوب التقارير اسلوب التقارير، احنا عندنا التقارير يا جماعه يا ابنائي، وفقا لهذا الاسلوب يقوم نظام دعم القرار بعرض مجموعه من التقارير. التقارير بيحتوي على ايه؟ على معلومات متنوعه، انواع عبارات او تقارير، تقارير او معلومات كثيره جدا، على ان هو مستخدم النظام ان بيلبي ايه احتياجاته. اسلوب الاستفسارات، انا عندي مجموعه من المعلومات وعاوز استفسر عن هذه المعلومات، بحاول ان انا بيبقى عندي اسلوب، الاسلوب اللي هو السؤال والجواب، واقدر ان انا اجاوب على مجموعه من الاسئله. طيب عندنا اسلوب نجاح المدخلات والمخرجات، ده دايما يا جماعه في اي نظام اي حاجه لابد يكون عندي مدخلات وعندي مخرجات، ويبقى في حاجه في النص اللي هي عمليه المعالجه او عمليه الايه التشغيل. اسلوب النماذج المدخلات والمخرجات، واسلوب يقوم على نظام دعم القرار بعرض مجموعه من المدخلات الاول، وتزويد متخذ القرار بمجموعه من البيانات، وبعد كده بنخرج عند المدخلات بيبقى عباره عن النتائج الايه النهائيه. يبقى احنا عندنا النظام الفرعي للاتصال بالمستخدم والنظام يشمل مجموعه من الاساليب. خلي بالكم يا ابنائي، ممكن تجينا العبارات دي في العبارات الصح والعبارات الصح والغلط، بجانب ايضا في السؤال الاخير اكتب في النقاط الايه التاليه. اول حاجه عندنا لغه الاوامر، قائمه الاختبارات، التقارير، الاستفسارات، نماذج المدخلات والتقارير. يعني ممكن يجينا اصلا سؤال في برضه في العبارات الصح والغلط، من اهم اساليب اجراء الحوار بين المستخدم والنظام، هل ان هو فقط لغه الاوامر؟ طبعا لا، هنقول العبارات الخطا، ونقول ايضا بيشمل الاساليب تشمل لغه الاوامر، قائمه الاختبارات، وايضا عندنا قائمه الاختبارات، وايضا تقارير المجدوله والاستفسارات ونماذج المدخلات والمخرجات. طيب بعد كده يا ابنائي، يبقى احنا اتكلمنا عن الجزء الايه الاول في اللي احنا بنتكلم عنه دلوقتي، اللي احنا بنقول احنا عندنا سؤال اساسي او عنوان اساسي عندنا في الكتاب، بقول احنا عندنا ثلاث مكونات اساسيه، عندنا ثلاث مكونات اساسيه بالنسبه لي. احنا بنتكلم طبعا عنوان النهارده عن عندنا مكونات اساسيه بالنسبه لنظم دعم القرارات، ان هما ثلاث نقاط اساسيه: النظام الفرعي للاتصال بين المستخدم والنظام، النظام الفرعي لاداره البيانات، النظام الفرعي لاداره النماذج. واتكلمت يا ابنائي عن النقطه الاولى بالتفصيل، اللي هو النظام الفرعي للاتصال بين المستخدم والنظام. المستخدم والنظام، احنا قلنا عن طريق مجموعه من النقاط الاساسيه او الاساليب الاساسيه، من الاساليب الاساسيه اول حاجه لغه الاوامر، قائمه الاختبارات، التقارير، الاستفسارات، نماذج الايه المدخلات. نيجي للنقطه الثانيه يا ابنائي، واحنا طبعا وضحناها، النظام الفرعي رقم 2، النظام الفرعي لاداره الايه البيانات. يعتبر النظام الفرعي لاداره البيانات بيانات بمثابه نظم الاداره وقواعد البيانات، وبالتالي فهو يشتمل على قاعده ايه بيانات. طيب ايه ملامح، نبدا في مجموعه من النقاط. اول حاجه عندنا قاعده البيانات، وبعد كده استقلال البيانات، وبعد كده تنميط البيانات، تكامل البيانات، مركزه اداره الايه، مركزيه اداره الايه البيانات، مركزيه اداره الايه البيانات، ده رقم 2. يبقى رقم 2 بيشمل مجموعه من النقاط، اول حاجه قاعده البيانات، استقلال البيانات، تنميط البيانات، تكامل البيانات، مركزيه البيانات. طيب نبدا في قاعده البيانات. طبعا مدخل قاعده البيانات يعد يعني ايه بعده ملامح، هي استقلاليه البيانات او تنميط البيانات وتكامل البيانات والمشاركه في والمركزيه، يقصد بها فصل استقلال البيانات، يقصد بها فصل البيانات. خلي بالكم استقلال البيانات يقصد بفصل البيانات عن كل من البرامج والنماذج، كل من البرامج والنماذج، حيث يحقق نظام إدارة قاعدة البيانات البحث عن البيانات وتحديد موقع هيكل البيانات. طبعا انتوا عارفين يا ابنائي ان احنا عندنا بيانات، مفروض عملية الفصل استقلال البيانات بعضها بعض علشان ان انا اقدر اوصل لمعلومة في اي لحظة. كلمة تنميط البيانات ان هي بنضع بنود للبيانات اللي هي تعتبر لها تعريفات نمطية محددة بصرف النظر عن النموذج. طيب الرقم اللي بعده بقول تكامل البيانات، يتم تنظيم البيانات في صورة هيكلية
عبارة عن مجموعة من البيانات، وطبعا بقدر اوصل لها في وقت الايه الحاجة. طيب ايه مركزية ادارة البيانات؟ طبعا لابد يكون عندي بيقوم النظام ده على ايه بالظبط؟ على إدارة قائمة البيانات بإيه؟ بيقوم بمهمة يعني كبيرة جدا، اللي هي بالمراقبة والاحتفاظ بالبيانات بصفة ايه مستمرة. طيب بعد كده احنا عندنا الرقم 3، النظام الفرعي لإدارة النماذج. خلي بالكوا دي رقم 3 يا أبنائي. ايه هو النظام الفرعي لإدارة النماذج؟ تعتبر النماذج الأسلوب الرياضية من أهم أدوات نظم دعم القرارات. خلي بالكم من خلال طبعا عمل طبعا بعض عدة أنواع مختلفة، فيما معناه إن زي كلمة وإيه وعكسها. طبعا هنشوف النقاط الأساسية من خلال مجموعة من العناصر. يمكن تقسيم النماذج لعدة أنواع، وكل كلمة خلي بالكم يا أبنائي إلى حد ما كلمة وعكسها. قسمها إلى يعني قسمها إلى حسب التصنيف إلى نماذج وصفية ونماذج تنبؤية ونماذج معيارية. طب ورجع قال لك تقسمها حسب تبع الهيكل الى نماذج ايه طبيعيه ونماذج مناظره ونماذج رمزيه. رجع تاني قسمها الى حسب خصائص سلوك النموذج الى ايه عنصر الى نماذج ساكنه ونماذج متحركه. طب رجع تاني صنفها الى حسب المدى الى نماذج عامه واخرى متخصصه. رجع تاني صنفها تاني حسب الايه تصنيف النماذج حسب الاجراءات الى نماذج تحليليه ونماذج محاكاه. يبقى احنا كده يا ابنائي ده من وجهه نظر، وحاول يصنف الايه اعمل انواع مختلفه للنماذج، وكل واحده حسب حاجه ايه معينه. طبعا اللي هي هذه المسميات الى حد ما بتختلف من واحد الفرد الى فرد اخر الى حد ما. طيب طبعا قد تسع طبعا دور المحاسب الاداري بحيث اصبح يشمل كل ايضا امكانيه صياغه نموذج القرار، ويكون عاده نموذج رياضي ويحتوي على مجموعه العناصر، وكلها طبعا كل الحاجات دي لها اهداف متعدده. نبدا يا ابنائي عرض مجموعه من الاسئله على اساس ان احنا نجاوب عليها وتم عرضها ان شاء الله بعد الفتره اللي تحت الاجازه اللي حددها سياده العميد. هنبدا في عرض مجموعه من الاسئله في الاول خالص، ان احنا اتكلمنا عن محددات نظام نجاح نظم نجاح تطبيق نظم المعلومات الاداريه. هنقول طبعا مجموعه من الاسئله للفصلين. السؤال الاول وضح المصطلحات التاليه. اول حاجه التطبيق المشاركه، عندنا التطبيق المشاركة، اتخاذ القرارات الشخصية، البيئة، المشاركة. بجانب هنتكلم عن أيضا اتخاذ القرار برضو كمصطلحات اتخاذ القرارات، قاعدة البيانات، قاعدة البيانات. وأيضا عندنا ايه قلنا طبعا مصطلحات تانية في الجزء ده، احنا قلنا قاعدة البيانات وقلنا أيضا اتخاذ القرارات، وكمان يعني ايه كلمة تنميط البيانات ويعني ايه كلمة استقلال البيانات، وطبعا التقارير يعني ايه كلمة تقارير. وطبعا الحاجات دي كلها احنا قلناها في المحاضرات السابقة يا أبنائي، أو للتقارير لأن ممكن يكون لحد ما كانت في المحاضرات السابقة حاول أوضحها. التقارير هي عبارة عن مجموعة من البيانات أو هي جهود مدبرة ومخططة من أجل تقييم العاملين داخل المنظمة، ممكن تكون سنوية أو نصف سنوية. ده السؤال الأول يا أبنائي. طب السؤال الثاني يقول لك ضع علامة صح أمام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ أمام العبارة الخاطئة مع التعليق في كلتا الحالتين. نقول التطبيق يعتبر عملية ممتدة، ممكن تكون سلوكية أو تكنولوجية. العبارة صح ولا غلط؟ ده سؤال عبارة من العبارات الصح والخطأ. يشير نجاح تطبيق نظم المعلومات الإدارية إلى درجة تحقيق نجاح المعلومات لهدفه من جهة نظر المستخدمين في من خلال التكلفة والعائد. هنشوف طبعا برضو إذا كانت العبارة صح ولا خطأ. طيب احنا عندنا ايضا عوامل، نقول مثلا هي محددات نجاح تطبيق نظم المعلومات الاداريه. بتشمل مشاركه النظام فقط، بتشمل مشاركه النظام فقط. طب سؤال تاني، المشاركه هي مجموعه من الانشطه التي يتم القيام بها بواسطه المستخدمين
الشخصية هي إطار كامل يدوم سمات شخصية، سمات عقلية ونفسية وعقلية، عقلية ونفسية واجتماعية وجسدية أقصد. ده عبارات في الفصل اللي اتكلمت عنه. طيب أيضا من العبارات أيضا الصح والخطأ، اتخاذ قرار هو عملية تكامل بين المخزون الذهني والحاسب الآلي. ده عبارة. العبارة الثانية، الأساليب المستخدمة النظام هي تشمل أو نقول الأساليب للنظام الفرعي للاتصال بين المستخدم والنظام، تشمل مجموعة من الأساليب، لغة الأوامر وقائمة الاختيارات والتقارير والاستفسار ونماذج المدخلات والمخرجات. العبارة صح ولا غلط؟ بعد كده هنقول برضو من العبارات الصح والخطأ، النظام الفرعي لإدارة البيانات نقول بيشمل، يعتبر النظام الفرعي لإدارة البيانات بمثابة نظم الإدارة قاعدة البيانات، ويشتمل على قاعدة البيانات، يشتمل على قاعدة البيانات. هو العبارة صح ولا غلط؟ طيب تنميط البيانات هي بنود البيانات لها تعريفات نمطية محددة بصرف النظر عن شكل ونوعية النموذج. العبارة صح ولا غلط؟ طبعا العبارة صح. طيب الرقم اللي بعده بقول النظام الفرعي لإدارة النماذج هو أهم أدوات نظم دعم القرارات. العبارة صح ولا غلط يا أبنائي؟ برضو أيضا العبارة إيه؟ صح. طيب نبدأ في السؤال التالت، أقول لك اكتب في النقاط التالية. أول حاجة هي محددات، رقم واحد في العبارة في السؤال التالت محددات نجاح تطبيق نظم المعلومات الإدارية. هي أيضا عندنا أهمية المشاركة، أهمية المشاركة في نظم دعم القرار. بعد كده عندنا سؤال آخر، هي مراحل، مثلا نقول إن هي مراحل تطبيق نظم المعلومات الإدارية. بعد كده هنتكلم عن الإيه، ده أهم النقاط الأساسية اللي احنا هنتكلم عنها في الجزء ده. السؤال الثاني برضه في السؤال الثالث هنقول أسباب فشل اتخاذ القرار، أيضا خصائص نظم دعم القرار، خصائص نظم دعم القرار. الرقم اللي بعده عندنا هي مكونات نظم دعم القرارات، واحنا قلنا طبعا خصائص نظم دعم الإيه القرارات، وهنتكلم برضو عن مكونات نظم دعم القرارات، مبررات استخدام نظم دعم القرار، وأيضا أنواع القرارات. عندنا أنواع القرارات. احنا في الوقت الحالي أبنائي شرحت فصلين مهمين جدا، أو عملت مراجعة كاملة على فصل اللي هو محددات تطبيق نظم المعلومات الإدارية، وأيضا فصل اللي بعد كده اللي هو نظم دعم القرار. طبعا فصلين مهمين جدا، وأنا طبعا محاضرة اليوم عبارة عن عرض مجموعة من الأسئلة عشان أعود حضراتكم على الإجابة أو على سيستم الأسئلة عشان ما تبقاش الورد الأسئلة غريبة علينا. أنا قلت طبعا يا أبنائي في بالنسبة للعبارات الصح والغلط، أنا قلت عبارة صح وغلط، قلت النقاط الأساسية لكن ما وضحتهاش لحد ما، وأنا وضحتها في السؤال الثالث اللي بقول لك أكتب في النقاط التالية عشان وقت المحاضرة طبعا ساعة مش هيكفي لحد ما كده. حاجة أخرى، لابد الكتاب مع المحاضرة يا أبنائي، لأن طبعا المحاضرة ساعة لا تكفي، لا تكفي في شرح كل النقاط بالتفصيل. فمن الأفضل يا أبنائي برضو إلى حد ما بنرجع للكتاب علشان لحد ما في حاجات عاوزة توضيح أكتر. انا وضحت كل اكتر المعلومات دي اكترها في المحاضرات، لكن بقول اللي ما حضرش معايا في محاضرة سابقة حاول يلجأ برضو للكتاب ان شاء الله، ممكن يضيف طبعا معلومات اخرى من الكتاب، لان بقول الكتاب مع المحاضرة. حاجة اخرى يا ابنائي، بتمنى من لحضراتكم من رجاء من حضراتكم الاجابة على هذه الاسئلة، وترد عليها ان شاء الله بعد الاجازه اللي حددها السيد العميد، وترد عليها في المدرج. حاجه اخرى، وانت بتذاكر حضرتك بتذاكرهم، لو في اسئله مش فاهمينها او مش عارفين تجاوبوا عليها بتكتب الاسئله دي وتعرض عليها في المدرج، ان شاء الله جاوب على كل الايه اسئله ابنائي. ابنائي وبنات طلاب الفرقه الثانيه شعب نظم المعلومات الاداريه، شرحت معاكم فصلين بعنوان نظم دعم القرار، وايضا محددات نجاح تطبيق نظم المعلومات الاداريه عن طريق عرض مجموعه من الاسئله. ابنائي اتمنى لكم طبعا، اتمنى لكم مستقبل باهر، واقول طبعا احنا نذاكر كويس جدا، لان ممكن الاحتمالات ممكن تكون الامتحانات اخر الشهر،
فلابد ان احنا نذاكر كويس جدا. وحاجة تانية لازم تكونوا عارفينها، اي معلومة انا شرحتها وقلت اي حاجة مكررة مفيش الغاء عشان نبدأ نذاكر، لان مفيش حاجة فيها الغاء. حاجة تانية، كل فصول مكررة، كل فصول في الامتحان. لو لغيت فصل حضراتكم كده ممكن يبقى عندكم بقى اسئله في الفصل الاول والتاني والتالت مش هنجاوب عليه، كده مش هنقدر نوصل تقدير كويس. هما مثلا الفصول اللي انا مثلا شرحتها هي ده مقرر، ماشي. واتمنى لكم يا ابنائي طلاب الفرقه الثانيه شعبه نظم المعلومات الاداريه، كان شعبه نظم المعلومات الاداريه، كان معاكم الدكتوره هناء احمد خليل، مدرس بشعبه اداره الاعمال بالمعهد العالي للاداره وتكنولوجيا المعلومات كفر الشيخ. كان طبعا شرحت فصلين في ماده نظم المعلومات الاداريه عن طريق عرض مجموعه من الاسئله. احنا طبعا بنمر بظروف صعبه وازمه، لابد ان احنا نتبع السلوك الصح، واحنا طبعا انتوا عارفين انا مدرس علوم سلوكيه، لابد ان احنا نلتزم بالتعليمات اللي طبعا بتوجه لينا عن طريق وسائل الاعلام المتعدده عشان ان شاء الله نقدر نسيطر على هذه الازمه. واتمنى يا ابنائي كل اتمنى لكم ومجتمعنا والعالم بالكامل الصحه والرخاء، ويا رب يدوم علينا الخير والهناء والهنا. واشكركم ابنائي طلاب الفرقة الثانية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا.